رجل يقتل على جسر عبور قطار وصديقته تسقط من على ارتفاع 60 متر. هذا هو جون جروفوا الذي قتل هذا الشهر عندما كان يمشي على جسر ليدهسه بعدها القطار بالقرب من لانش بروك فيرجينيا. ويعتقد أن جريغوا بالإضافة إلى أصدقاء آخرين اقتربوا من الجسر فراح يمشي على السكة الممتدة على الجسر فوق النهر برفقة الفتاة فيكتوريا بريدجز البالغة 21 عاما، وإذا بالقطار مقبلا باتجاههم فأصيبوا بالهلع وكان الأوان قد فات لتفادي الاصطدام، فقفزت بريدج بينما جريغوا كان بطيئا فقتله القطار. نجت بريدج بحياتها بعد هذا السقوط الخطير وقد نقلت بالطيران إلى المستشفى. وكان آخر ما كتبه المرحوم جريغوا على صفحته في فيسبوك: إذا كانت نهاية الحياة في القبر فما الذي يستحق أن نعيش لأجله؟